يعطيكم العافية. صباح الخير. صباح الخير عبد الله، أنس، محمد متواجدين معنا. أنا موجود دكتور. الله يعطيكم العافية. طب اليوم إن شاء الله ما نضيع وقت، إن شاء الله محصولين بوقت، نبلش نكمل. في هنا اكزامبل عن الشنت دي سي موتور. اكزامبل هون عن الشنت دي سي موتور، معطيني معلومات للشنت دي سي موتور. بس الفكره هون انه حاكي لي انه الفيلد ريزيستنس از انكريز تو 50 اوم وبده النيو سبيد. زي ما بتعرف انت بدك تفترض بدك تاخذ تو كيسز او تو كونديشنز حسب الايكويشن. الاندوس فولتج ايكوالز كي فاي اوميجا كيس 1 وكيس 2 او كونديشن 1 كونديشن 2. كي مع كي بتروح، لكن هون الفلكس مع فلكس ما بتروح. ليش؟ لانه الفلكس تغير. السؤال حكي لي انه الار اف از انكريست ل 50 اوف اوم وكانت هون 41 تقريبا اوم، لهيك الفلكس هون باقية. تمام، فهي الفكرة الآن من هون من هذا السؤال. والشغلة الثانية الآن لما بتيجي بدك تحسب الانديوز فولتج الاي اي، الاي اي زي ما بتعرف هي الكوفيلنس سيركت، هي عبارة عن الفي تي ماينس الاي اي ار اي باي كي في ال. الاي اي عبارة عن الفي تي ماينس الاي اي ار اي. الار اي ثابتة والفي تي ثابته، ما حكى ليش تغيرت، والاي اي حكي لي افترضها انها ثابته برضه ما تغيرت. فبالتالي الاندوز فولتج هون اي اي 1 ايكوالز لاي اي 2، هي نفس ايش؟ بدك تاخذ الريشيو لانهم بينهم هم اي اي 1. تمام، فبالتالي بتصفي عندي هاي المعادله 1 ايكوالز فلكس 1 اوفر فلكس 2 الان 1 اوفر ان 2. هاي هي المعادله الموجوده. اندوز فولتج تغير ما تغير، ولكن الفلكس هون تغير. في الحالة الأولى الـ N1 أو السبيد في الكونديشن رقم 1 هو حاكي لي السؤال إنه كان 1103 موجودة معي، وبده الـ N2 الآن، هو الطالب الـ N2. تمام، الفلكس 1 وفلكس 2 كيف بدي أوجدهم؟ كيف بدي أوجد الفلكس 1 والفلكس 2؟ ما فيش إشي بالسؤال يعني معلومات معطاة مشان أقدر أطلع الفلكس. تمام، على أي حال أنا اللي بهمني إنه أوجد الريشيو ما بينهم، بهمني إني أوجد الريشيو بينهم. تمام، فبالتالي لو اطلعت السؤال معطيني الأوبن سيركت كيرف، السؤال معطيني الاوبن سيركت كيرف اللي هو بدرس العلاقه ما بين الانديوس فولتج والفيلد كرنت ات كونستنت سبيد. وبالتالي انا ممكن استثمر هاي المعلومه مشان اوجد الريشيو ما بين فلكس 1 وفلكس 2. كيف يعني؟ الفلكس عند الفلكس 1 كم الفيلد كرنت، وعند الفلكس 2 كم الفيلد كرنت؟ يعني اذا قدرت اعرف ان الفيلد كرنت هون والفيلد كرنت هون، اوكي، بقدر اوجد الانديوز فولتج هون والانديوز فولتج هون، واللي هو نفس العلاقه. فاعطيني نفس علاقه مقدار التغير بالفلكس هو نفس مقدار التغير بال اي اي از ريشيو. فبالتالي لو جيت حكيت انه من الفروم ذا كيرف واللي هو خلي بالك الاوبن سيركت كيرف النو لود كيرف، النو لود كيرف. تمام، هون هي العلاقات هي ايش؟ اللود كيرف كنا بندرسون، لكن هذا الكيرف هو النو لود كيرف، بعطيني مقدار التغير بالاي اي تمام مع تغير الفيلد كرنت ات كونستنت سبيد. تمام، فبالتالي انا بقدر اطلع العلاقه ما بين في او الريشو للانديوز فولتج. فبالتالي بقدر احكي فلكس 1 اوفر فلكس 2 بتساوي الاي اي 1 اوفر اي اي 2، بس مش الاي اي 1 المقصود فيها هون اللي كنا بنحكي عن الكونديشن هذول، لا، المقصود فيهم التغير بالانديوز فولتج. تمام،
للاوبن من خلال اوبن او النو لود كيرف. يعني تطلع بدي الاي اي لما الاي اف شو بتساوي؟ تغير عندي ار اف، انا الاي اف هون كان بتساوي في اف على الار اف، وفي الحاله الثانيه الاي اف ايكوالز في اف على الار اف برضه نفس الشيء، لكن اختلف تطلع بالار اف. الفي اف هو نفسه الفي تي، ما هو شنت 250 250، الار اف هون 41 وهون 50، وبالتالي في هاي الحاله الاي اف ايكوال 6 امبير، وفي هاي الحاله الاي اف 5 امبير. طب عند ال 5 امبير وعند ال 5 وعند 6 امبير كم الاي اي؟ عند ال 5 امبير هل قد الاي اي، وعند ال 6 امبير هل قد اي اي؟ فبالتالي الريشيو ما بينهم هو الريشيو للفلكس كذلك. اوكي، فلكس 1 اوفر فلكس 2 هو نفسه الاي اي الريشيو للاي اي او الاندوس فولتج. فبالتالي هيك بقدر اكون اوجدت فلكس 1 اوفر فلكس 2، وبالتالي بقدر اطلع السبيد. بس مهم انك تعرف الريشيو من وين طلعته هون؟ من النو لود كيرف. تمام، من النو لود كيرف. الاندوس فولتج هون كم بتساوي؟ كانت هذول كانوا الريشيو ما لهم زيرو. هاي هون بتتكلم انت عن اللود كيرف، او سوري 1 كانوا ليس نوت زيرو. تمام، الاي اي 1 كان هون بتساوي الاي اي 2 اللي هي الريشيو اللي لهم 1. تمام، بينما هون لا، انت بتتكلم عن النو لود كيرف. هاي هي الفكره من هذا السؤال. اذا بتطلع هذا السؤال، هذا السؤال غير مطالب فيه. اوكي، هذا السؤال غير مطالب فيه، لكن فكرته انه في نوع الاسئله السابقه كنا بنحكي انه افترض انه الارمتشر رياكشن ملغي، افترض انه الارمتشر رياكشن ملغي، او يعني افترض انه في عندي كومبنسيتنج وايندنجز موجوده بالماشين. تمام، في هون السؤال لا بيحكي لي انه لا تلغي الارمتشر رياكشن، لهيك انت بحاجه شيء ما يسمى نون لينير اناليسيس، يعني بدي اخذها بعين الاعتبار في الاناليسيس. هي يعني فكرتها بسيطه جدا، اني برجع باخذ اطلع الاي اف از اي اف ستار، يعني اي اف انك ماخذ بعين الاعتبار الارمتشر رياكشن. anyway هذا السؤال مش مطالب فيه، يعني بكيف تقراه لوحدك. اوكي، مش مطالب فيه، فكرته بسيطه اللي هي من خلال الاي اف هاي. تمام، هات لي لك يعني تدرسه لوحدك. تمام، اللي هو لما بيحكي لك السؤال انه الارمتشر رياكشن موجود اوكي او ما فيش كومبنسيتنج وايدنز. اوكي، هذا السؤال انت غير مطالب فيه. طيب ننتقل ل نوع اخر من الدي سي موتور، سيريز دي سي موتور. سيريز دي سي موتور زي ما حكينا انه سيريز دي سي موتور معناها الفيلد وايندنج موجود ان سيريز مع الارمشر، زي ما انت شايف هون هاي الفيلد وايندنج موجود ان سيريز مع الارمشر، هاي الارمشر في الشنت كان شنت. تمام، فبالتالي اذا بتلاحظ انه الانبوت كرنت راح يكون نفسه هو الاي اف، هو الفيلد كرنت وهو الارمشر كرنت. هذا اول اختلاف، مظبوط، هاي اتجاه البور فلو هيك لا الموتور. باي كي في ال الفي تي شو بتساوي؟ الاي اي بلس الاي اي بالار اي بلس الار اف، مظبوط، بلس الار اف. هاي هي الكي في ال، هي الكي في ال طبعا بتحدد لي البيرفورمانس تاع الماشين. طيب شيء مهم هون انك تعرف انه الفلكس بتناسب مع الاي اي لانه ان سيريز، هو الاي اف هو نفسه الاي اي، وبالتالي بقدر احكي الفلكس بتناسب مع الاي اي. هاي اختلاف عن الماشينز الاخرى، الفلكس تتناسب مع الاي اي لانه الاي اف هي نفسه الاي اي مشبوك ان سيريز. طيب بقدر احكي انه الفلكس ايكوال سي الاي اي، هاي معناها يتناسب، يعني قصدي سي الاي اي وير سي از كونستنت، بقدر احكي هيك. اوكي، فلكس بتناسب طرديا مع الاي اي، يعني فلكس ايكوال سي الاي اي وير سي از كونستنت. تمام، طيب تعال على هاي المعادله، معادله الكي في ال نفس ما كنت اعمل بالشن دي سي موتور، مشان اطلع الاوتبوت كيرف او التيرمينال كيرف اللي هو بدوس علاقه ما بين السبيد والتورك، مظبوط. فبالتالي هاي المعادله
بدي أغير شوي فيها كيف، مش أغير شوي فيها يعني، أكتبه بصيغ أخرى. الـ A عبارة عن إيش؟ K flux أوميجا، مظبوط؟ الـ E A K flux أوميجا. طيب الـ I A بدي أكتبها بصيغة التورك. أنت بتعرف إنه التورك عبارة عن إيش؟ كي فاي أي إيه، تمام؟ طيب بقدر أحكي إنه الفلكس شو حكينا هون بتساوي سي ال أي إيه، مظبوط؟ عوض مكان الفلكس، عوض سي ال أي إيه، هاي عوضت مكان الفلكس سي أي إيه، شو صار عندي؟ كي سي كونستنت، هدول كي سي ال أي إيه سكوير. من هاي العلاقة بقدر أوجد الـ IA. الـ IA عبارة عن إيش؟ تحت الجذر هون induced torque للـ KC. هاي هي كأن كتبت الـ IA بصيغة الـ induced torque، تمام؟ الـ induced torque KFI الـ IA، تمام؟ الـ phi الـ flux يعني عبارة عن إيش؟ برضو هون حكينا لأنه بتناسب مع الـ IA C الـ IA، تمام؟ صارت عندي C الـ IA square، فبالتالي قدرت أكتب الـ IA بصيغه الانديوس تورك. طب لو كتبت الاي بصيغه الفلكس يعني بقدر احكي الاي عباره عن ايش؟ فلكس اوفر سي، مظبوط؟ عمليه عكسيه. يزيد لا تكتب على الشاشه. طيب الاي اي بقدر احكي عنها الان فلكس اوفر سي، مظبوط؟ وبالتالي الشباب هون تطلع انديوس تورك ايكوالز كي فاي الاي اي، وهي نفسها كي فاي سكوير اوفر سي. فبالتالي مره بكتب صيغه الفلكس هون، هون بكتب صيغه هون سوري بصيغه الاي، هون بصيغه الفلكس. من هاي العلاقه بقدر اكتب الفلكس بصيغه الاندوس تورك، اندوس تورك ايكوالز كي فاي سكوير اوفر سي. فبالتالي فلكس شو بتساوي هون؟ ما تحت الجذر سي اوفر كي للاندوس تورك تحت الجذر. فبالتالي كتبت الاي اي بصيغه الاندوس تورك وكتبت الفلكس بصيغه الاندوس تورك. هاي مكان الاي حطيت القيمة طلعت معي بصيغة الانديوس تورك، ومكان الفلكس كتبت بصيغة ايش؟ الانديوس تورك، تمام؟ طبعا هون في اوميجا، هون في اوميجا انا ناسيها، تمام؟ هون في اوميجا. طيب الان شباب انا هيك بقدر انا ارتب المعادلة واكتب انه اكتبها بصيغة سبيد ايكوالز ايش للانديوس تورك، تمام؟ فبالتالي لو رتبت المعادلة مثل ما عملنا بالشنط ديسيمتر راح ألاحظ إنه السبيد شو بتساوي؟ بتساوي هاي العلاقة. راح ألاحظ إنه السبيد بتساوي هاي العلاقة. أوكي؟ لنطلع شو علاقة، يعني هل هي لينير؟ علاقة السبيد مع الانديوس تورك؟ وهذا أنا اللي بدي أوصل له. العلاقة مش لينير. راح تلاحظ إنه راح ياخذ هذا الكيرف. هذا الكيرف في حالة الشنط أو سوري السيريز ديسيمتر. إذا ما قارنته مع الشنط ديسيمتر راح تلاحظ انه العلاقة كانت لينير، مظبوط؟ with negative slope، صح؟ في حالة الشنط كان هيك وكان يبلش من الزيرو، بينما هون تطلع من وين ببلش؟ يعني كملوا infinity. شو المقصود بهذا الشيء؟ هذا شكل الكير. لو رحت يعني على المختبر وبلشت تغير بالتورك وتراقب السبيد راح تلاحظ انه بالصيغة التالية هيك، تمام؟ طيب اطلع شو يعني هاي هيك goes to infinity. لما الانديوس تورك يكون زيرو هاي البوينت حالة السيريز ما في عندي سبيد، سبيد كم؟ انفينيتي. التورك الانديوس تورك يكون زيرو سبيد انفينيتي من الكير من الكويشن هاي، اطلع حط مكان الانديوس تورك زيرو شو بصير بالانفينيتي بالسبيد؟ تروح انفينيتي. لهيك هذا شكل الكيرف هيك ما ببلش من الزيرو، ما في ما الانديوس تورك ايكوال زيرو ما في عندي سبيد، سبيد انفينيتي، تمام؟ هاي الشغله معناها انه ما تشغلش الموتور ات نو لود، ما تشغل الموتور السيريز دي سي موتور ما تشغله ات نو لود، يعني يكون شابك لود بعدين شغله. مره ثانيه الدي سي موتور شغله مهم انك تعرفها، ما تشغل السيريز دي سي موتور وانت مش شابك عليه لود. ليش؟ لانه السبيد راح تروح انفينيتي، تمام؟ وهي حكيت لك انه شو بالاخر، بتعرف شو بصير الموتور
تكسر، يؤذيك وما شابه ذلك. فبالتالي السيريز دي سي موتور ما تشغله اتس نو لود، يعني اشبك لود عليه ومن ثم شغله. في حاله الشنط دي سي موتور لا عادي تمام، لانه كان قيمه، حتى لو شغلته كان في قيمه تثبيت كان يبلش من هون. لكن في حاله السيريز دي سي موتور لا، ما تشغله اتس نو لود تمام، لانه السبيد شو راح يصير فيها؟ انفينيتي تمام. هاي ما يتعلق بالسيريز دي موتور، السيريز دي سي موتور نقطه مهمه جدا. برضو لاحظ انه الديوس تورك هو حكينا كي فاي اي اي، مضبوط معادله الديوس تورك كي فاي كي فاي اي اي تمام. وحكينا لو الفلكس هو عباره عن سي اي اي لانه بتناسب مع الاي ام، هو سيريز الاي اف هو نفسه الاي اي، وبالتالي بقدر زي ما كتبت فوق قبل شويه الانديوس تورك اكتبها ب كي سي، هذول كونستانت الاي اي سكوير. شو يعني معنى الكلام هذا؟ كونستانت هاي هاي كونستانت، معناته الانديوس تورك بتناسب طرد مع الاي اي سكوير تمام. في الانواع الاخرى من الموتورز كان الانديوس تورك بتناسب مع الاي اي، تيجي مثلا تحكي ات كونستانت فلكس، لكن هون الانديوس تورك بتناسب مع الاي اي سكوير. شو معنى الحكي هذا؟ جرب اعطي قيمة اي اي مثلا نحكي 10 امبير مثلا، اوكي في حالة الشنط دي سي موتور بيعطيني انديوس تورك تمام، في حالة السيريز موتور شو بيعطيني؟ الضعف اوكي او سكوير للقيمة. شو معنى الكلام هذا؟ يعني بيعطيني تورك عالي. بقدر استخدم السيريز دي سي موتور وين يستخدم عادة؟ بالابلكيشنز اللي بدها ايش؟ هاي تورك applications بدها هاي تورك. بتذكر اعطيتكم مثال مثلا حكيت لك المصاعد غالبا نستخدم فيها السيريز دي سي موتور. ليش؟ لانه تعطي تورك عالي تمام. فبالتالي الحوض مهم برضه انك تعرف انه السيريز دي سي موتور نقدر نستخدمها، وعاده تستخدم وين؟ الابلكيشنز اللي بدها تورك عالي، تتطلب منك بدها تورك عالي اوكي، لانه الدي سي او السيريز دي سي موتور بيعطيني بيعطيني تورك عالي لانه هو بتناسب مع الاي اس سكوير، الانديوس تورك بتناسب مع الاي اس سكوير. هاي معلومات مهمه شباب بما يتعلق بالسيريز دي سي موتور. لو حكيت لك شو كيف بقدر اتحكم بالسبيد فقط، يعني ك معلومات كيف من خلال الايكويشن هاي تطلع، بقدر اغير بالفي تي تمام، وبقدر اغير بالار اي تمام. فبالتالي لو زدت الفي تي شو يصير بالسبيد؟ تزداد تمام، واذا زدت الار اي شو بصير بالسبيد؟ بتقل لانه نيجاتيف هون تمام. هاي كيف طرق اني اتحكم ب دي سي سيريز ماتر تمام. هل شباب لي سؤال على السيريز دي سي موتور؟ طيب لو شفنا هون هان اكزامبل كانكم برضه تقرأوا اول وحدكم، اذا حد عنده اي سؤال بامكانه يستفسر مني اوكي، ما بده شيء يعني، حلينا امثله كفايه هذا الموضوع اوكي. ننتقل للكومباوند دي سي موتورز. زي ما حكيت لك طبعا انت مش مطالب بالكومباوند اوكي، انا راح اشرحه كم نقطه مهمه هيك سريعه يعني، لكن غير مطالب فيه بالامتحان تمام. كومباوند شو راح اجيب لك عليه اسئله اوكي، ولكن بالاخر انت يعني ممكن تلاقي نوتس لك او ريفرنس لك مستقبلا يعني. نقاط مهمه فقط للكومباوند دي سي موتور، انه في عندي تو فيلد ويندينجز اوكي، واحد ان سيريز واحد ان شنت تمام. الان ممكن يدعموا بعض وممكن يحاولوا يلغوا بعض، يعني ياثروا على بعض نيجاتيف. كيف يعني؟ اطلع شايف الدوت هاي، لكن دوت كونفنشن كنا نحكي عنه، هاي دوت هاي دوت. شوف اذا الكرنت دخل من الدوت من هون ومن هون دخل بالدوتس
على البوث فيلدز كويلز، معناته ايش؟ هم بيدعموا بعض. اوكي بيدعموا بعض. يعني كلمه بيدعموا بعض انه النت فورس والماجنتيك فورس طلع بتقدر تجمعهم. اوكي لكن اذا دخل من واحده زي هون طلع دخل من الدوت، هاي عامله سكوير، انا سكوير دوت اوكي، وطلع من الدوت في الملف الاخر، هي طلع من هاي الدوت، فبالتالي هون الفورس ما راح تكون بدعموا بعض، بكون عكس بعض، وبالتالي بضعفوا بعض. اوكي فبالتالي هم هاي في حاله الكومباوند دي سي موتور بيعتمد حسب ايش، من وين كيف تشبك الفيلد يعني. اوكي بحيث يمر التيار يدخل بالدوت ولا يطلع من الدوت. اوكي بديش احكي عنه يعني اكثر من اللازم، كانك هاي برضه تقراه لوحدك، مش مطالب فيه يعني، ما بده شيء، لكن بدك تعرف انه الكومباوند بياخذ خواص السيريز والشنط دي سي موتور، بياخذ خواص السيريز والشنط دي سي موتور. يعني تطلع لو بدك تاخذ الكيرف سبيد مع الاندستور راح تلاحظ انه هيك بهذا الاحمر. طبعا انا هذا كوميوليتيفلي كومباوند دي سي موتور بحكي اتكلم عن هذا، يعني لما بكونوا بيدعموا بعض. تطلع السبيد ريجوليشن، السبيد ريجوليشن يعني ميزه السيريز كانت انه بيعطيني تورك عالي، ميزه السيريز شو حكينا بيعطيني تورك عالي، وميزه الشنط انه سبيد، السبيد ريجوليشن اله كويس، لكن في حاله السيريز كان السبيد ريجوليشن سيء له نوعا ما، او يعني مقدار التغير بالسبيد بسرعه بتتغير، لكن في حاله الشنط كان لينر شوي شوي. تمام فبالتالي الكومباوند هنا بياخذ الخواص، يعني سبيد ريجوليشن تقريبا كويس، وبرضه التورك اللي بعطيني اياه كويس. تمام فبالتالي هو بيجمع ما بين السيريز والشنط دي سي موتور. اوكي البيست فيتشرز للبوث موتورز. اوكي هاي هي كوميوليتيفلي كومباوند دي سي موتور. لكن اذا بدك تحكي عن ديفرنشالي كومباوند دي سي موتور راح تلاحظ ان السبيد جوست تو انفينيتي، يعني بيدخل بال اور انستابل، يعني اوكي انستابيليتي، السيستم مش ستيبل، انستابل السيستم، انستابل. اوكي في حاله ديفرنشالي كومباوند دي سي موتور يعني هذا عاده لا يستخدم لانه مش ستيبل، السيستم انستابل. طبعا هون نفسر يعني نفس ما كنا نحكي قديما، نفس ما كنا نحكي قديما كيف ممكن اشوف شو بصير بالسبيد، تتبع اللود زاد الاي زاد وهكذا كله مفسر عندك يعني. اوكي فبالتالي هذا انستابل ديفرنشال كومباوندد، بين كومبتيفلي كومباوندد دي سي موتور انه بيجمع ما بين الخواص بالسيريز والشنط من ناحيه التورك ومن ناحيه السيريز، من ناحيه التورك من ناحيه سبيد ريجوليشن. سبيد ريجوليشن طلع هون كويس، مختار تغير قليل، لكن هون حتى تسيس عالي. أنا ويا شباب يعني مش راح أجيب لك عليه أسئلة هون، إذا من ناحية أسئلة ما راح أجيب لك عليه أسئلة، ولكن هذا بما يتعلق بالكومباوند دي سي موتورز. أوكي بما يتعلق بالكومباوند دي سي موتورز. بالتالي هذا السؤال برضو إيش كان تقول لوحدك لكن غير مطالب فيه، أي شيء كومباوند دي سي موتور غير مطالب فيه، ولكن مهم انك تعرفه. اوكي مهم انك تعرف. طيب في عندي ملحوظ برضو على starting current of DC motor، زي اذا بتتذكر بالترانسفورم كنا نحكي عن starting current لما بدايه تشغيل الترانسفورمر. خلينا نشوف هون في حاله DC motor، هذا طبعا مطالب فيه. اوكي starting current هذا مطالب فيه، بحكي عن الكومباوند فقط. طيب من معادله الكي في ال، اي اي بتساوي الفي تي ماينس الاي على ار اي، هاي معادله كي في ال كنا بنحكي عنها. تمام ات ستارتنج معناها انه التايم كم، التي ايكوالز ايش؟ تي زيرو. طيب لما يكون التي زيرو يعني لسه الانديوز فولتج لسه ما بناش نفسه، ما في عندي انديوز فولتج، الاي اي كم؟ زيرو. التي ايكوال زيرو الاي اي زيرو،
at starting. تمام. وبرضو الار اي، الار اي عاده قيمه الريزيستنس هي قليله جدا، يعني مثلا بتلاقيها مثلا 0.02. لما تقسم قيمه على قيمه اقل من 1 شو يصير بالاي اي؟ تزداد. مظبوط ولا لا؟ لانه هي قيمتها قليل، فبالتالي الاي اي زيرو والار اي سمول، فبالتالي الاي اي كبيره. مظبوط ولا لا؟ تقريبا قيمه الاي اي ات ستارتنج، هي الستارتنج قيمه الاي اي تقريبا من 5 الى 7 من الريتد كارنت. بذكرك الريتد كارنت القيمه اللي لازم يشتغل عندها، او مش لازم يشتغل عندها، يعني اعلى قيمه ممكن يتحملها، وبيتحمل اعلى منها، لكن هو متعارف عليه اعلى قيمه ممكن يتحملها، او المصنع حكى صنع الماشينز بحيث انه ايش يتحمل هاي الاي ريتد بالشكل الطبيعي، بس هو بيتحمل اعلى شوي. اوكي عادي يعني. لهيك انه الاي اي هو ايش تقريبا من 5 الى 7 ضعاف الاي ريتد، يعني قيمه عاليه. لهيك السوليوشن هو شو بيعمل؟ بامكانه يدخل ايش؟ ريزيستورز، يدخل ريزيستور ريزيستور ريزيستور، تمام، لحتى ايش؟ انه الاي اي يقدر يبني نفسه كان بيلد اب، يعني او انه يصير له قيمه المقصود فيها، لان هون زيرو. انت بتحط ريزيستورز ان سيريز، يعني زيد الار اي، زيد معناها زيد الار اي، زيد الار اي تمام، بيعطيني الاي قيمه الاي بتعطيني قيمه معقوله، يعني مش عاليه كثير، تمام. فبالتالي انا قللت الستارتنج كرنت، الستارتنج كرنت قيمته عاليه قللته، بس يبلش الاي اي يزداد. شو بلش بعدين؟ اطلع اول باول بالريزيستورز. اوكي، اطلع اول باول بي ريزيستورز. هذا اعتقد من ضمن برضو ايش لقدام مهارتكم وشغلكم، يعني انك تشوف كيف في عندكم اساليبكم انتم كميكاترونكس انجينير يعني، تمام. لكن انا بهمني بالاخر في هذا الكورس انه الفكره انه كيف اقل من الاي اي ادخل ريزيستورز، لما الاي اي يبني نفسه ابلش اطلع بهاي الريزيستورز، تمام. اوكي شباب، هاي ايش بما يتعلق بالستارتنج كرنت. مثل ما حكيت لك في طرق كثيره كيف انك تدخل وتطلع. اوكي، هذا از ميكاتكس انجينير هي مهارتك مستقبلا، تشوف كيف، او ممكن تتعلمه في كورس اخر، او ممكن تاخذه دورات او ما شابه ذلك. طيب، هذا الكلام حكيناه شباب. هيك هسه شباب الدي سي موتور بنكون هيك هنا، الدي سي موتورز. طيب لو بدنا نحكي عن الدي سي جنريترز، بديش اطول حديث عن الدي سي جنريترز، تمام، ولكن بذكرك باول كلمه حكيناها في بدايه الحكي عن الموتورز او الدي سي ماشينز او الماشينز بشكل عام. الاختلاف هو ايش؟ في الباور فلو، نفس الكونستركشن، يعني بالاخر نفس الايكوفالنت سيركت اللي كنا بنحكي عنها في حاله الدي سي موتور، في حاله الدي سي جنريترز هو نفس الشيء، ولكن وين الاختلاف؟ في اتجاه الباور فلو. اطلع، لما كنا بنحكي عن سبريتلي اكسايتد دي سي موتور كنا بنحكي هيك، في عندي فيلد معزول عن الارمشر، مظبوط، وهي في تي وهي الار اي وهي الاي اي وهكذا. لكن طلع عندنا الاختلاف، هي الاختلاف الاي اي بدل ما يكون هيك اتجاهه صار هيك اتجاهه، تمام. كان الموتور بياخذ كهرباء، كان هيك اتجاه الكرنت، فبالتالي الجنريتر هو بولد كهرباء هيك اتجاه الكرنت، تمام. فبالتالي هاي هي الاختلاف. لان تطبق الايكويشنز، يعني احكي لي الاي ال هون هو نفس الاي اي، نفس الايكويشن الدي سي موتور. الفي تي هون اختلفت، بدل ما احكي انه الفي تي بتساوي الاي اي بلس الاي ار اي، الفي تي هون حسب اتجاه الباور فلو راح تكون الاي اي ماينس الاي اي ار اي، فبالتالي هي الاختلاف. شوف كيف اتجاه الباور فلو. الاي اف نفس الشيء، البي اف على الار اف، تمام. فبالتالي اذا بتلاحظ الاختلاف والاختلاف في اتجاه الباور فلو، فبالتالي معادله الكي في ال راح تلاحظ انه راح تختلف. البي تي باي كي في ال، اوكي، هو عباره عن الاي اي
راح منها فولت دروب هون، ضل عندي في دي. اوكي طيب الاوتبوت كيرف له برضو حكينا هو بدوس العلاقه عندي اوتبوت باور، بدوس العلاقه ما بين الفولتج والكرنت وليس السبيد والتورك، مزبوط، لانه بتحكي عن الكتريكال باور. فبالتالي مشان اشوف شو بصير بالفي تي كل ما زاد الاي ال او اللود كرنت، اذا اللود زاد او الاي ال زاد شو بصير بالدروب اللي موجود هون اللي هي الار اي اي بيزداد، معناته شو بصير بالفي تي من هاي الايكويشن؟ اذا هذا التيرم زاد الفي تي راح تقل، مزبوط. لهيك عفوا هاي مع زياده الاي ال تطلع هاي الاي ار اي بتقل لينير طبعا. اوكي شوي شوي حسب زياده الاي اي، تمام، ما بتضلها عند نفس القيمه. اوكي طيب برضه لما اللود يزداد شو بصير بالارمشر رياكشن؟ الاي اي بيزداد، لا بيعطيني ارمشر رياكشن، شيء كنا درسنا عن الارمشر رياكشن ولد لي فلكس معاكس تقريبا له، فبالتالي زاد اللود الارمشر رياكشن بيزداد بيضعف الفلكس، دائما ثابتة للأرمشر رياكشن. أوكي لو زاد الأرمشر رياكشن زاد بضعف الفلكس، فلكس قل، يعني الانديز فولت شو صار فيه؟ بقل، يعني الفي تي من هون إذا الإي إي قلت الفي تي بتقل. هذا إذا بدك تشوف تأثير الأرمشر رياكشن، تمام، فبالتالي راح تقل أكثر، تمام، راح يقل هون في عندي الفي تي بتقل نتيجة زيادة اللود نفسه اللي دروب الموجود هون اي اي ار اي، وبرضه نتيجة الارمشر رياكشن. فبالتالي لو حكيت لك انه ارسم الاوتبوت كير، اذا حكيت لك انه اعتبر انه تأثير الارمشر رياكشن ترسمه هيك، طلع هيك وبرجع بسرعة ببلش يزداد، لانه بصير الزاوية مع الارمشر رياكشن مع الفترة بصير تأثيره اقوى، ببلش شوي شوي وبعدين بصير حاد نسبة النقصان فيه. لكن لو حكيت لك اجنور الارمشر رياكشن ترسمه ايش؟ خلاص هيك، مزبوط. ونفس الطريقه لما باجي بحكي لك الارمشر رياكشن هو نفس الكومبنسيتنج وايندنجز، يعني اذا حكيت لك اعتبر طيب الكومبنسيتنج وايندنجز موجوده كيف ترسمه؟ موجوده كومبنسيتنج وايندنجز معناته فيش عندي ارمشر رياكشن، هيك لينير هذا. اوكي هذا مع وجود الكومبنسيتنج وايندنجز او بدون تاثير الارمشر رياكشن، هذا هو الاوتبوت كيرف. لو بدنا نشوف الكنترول للفولتج للفي تي، خلي بالك في حاله الموتور كنا بنعمل كنترول لايش؟ للسبيد، بهمني انه السبيد ازيد سرعتها اقلل سرعتها، تمام، لكن في حاله الجنريتر شو بهمني؟ انه الفي تي هاي ما يقلش، الفي تي هون ما يقل مثلا او يزاد عن عاده بقل، هو مش يزاد، انه يقل عن قيمه اقل من اللازم وبالتالي يعمل لي مشكله، لا بهمني انه الفي تي بالاخر بضل يعطيني في تي معقول، او يعني اذا بيطلع بيدي اخليه كونستنت يضل نفس القيمه المقننه لإلها. اوكي مثلا 220 يضل يعطيني 220 مثلا. اوكي فبالتالي هيك انا بحكي كيف بقدر اتحكم الان بدي اتحكم بالفولتج في تي وليس السبيد، لانه هذا جنريتور، تمام. فبالتالي تطلع من الايكويشن الفي تي الكي في ال، معادله الكي في ال هي اللي بتحل المشاكل وهي اللي بتعطيني شو كيف اقدر اتحكم فيه. الفي تي عباره عن الاي اي ماينس الاي ار اي، مزبوط، ماينس، تمام، اللي انا اكتبها بصيغه الكي فاي اوميجا الاي اي اللي هي عباره عن الكي فاي اوميجا، هاي هي الايكويشن. فبالتالي لو غيرت بالسبيد، شوف هنا بقدر اغير بالسبيد لانه السبيد هو الانبوت للجنريتر، مزبوط، فبالتالي انت تملك الخيار انك تزيد السبيد او تقللها، مزبوط، ولا از انبوت، لانه هاد فورس انت مدخله على الجنريتر، ميكانيكال باور معطي، مزبوط. قد يكون مثلا شافك على محرك، قد يكون شابك الجنريتر على محرك، فانت بكيف تتحكم بالمحرك انك تزيد السبيد
او تقلل. فبالتالي لو زدت السبيد اوكي سرعه الدوران شو بصير بالفي تي؟ تزداد مظبوط لو زدت السبيد. هاي احد الطرق. اوكي طيب لو زدت الفلكس، لو زدت الفلكس واللي هي من خلال ايش الفلكس؟ عاده من خلال الفيلد ريزيستنس. يعني قلل الار اف شو بصير بالاي اف؟ اكيد بدها تزداد لانه الاي اف عباره عن ايش؟ زي ما كنا ناخذ سابقا الفي اف على الار اف. قلت الار اف الاي اف يزداد. شو يعني زاد الاي اف؟ يعني الفلكس زاد تمام. فبالتالي شو بصير بالاي اي؟ تزداد وبالتالي الفي تي يزداد. فبالتالي طرق انك تتحكم بالتيرمينال فولتج انه اغير بالسبيد او اغير بالار اف تمام. طبعا عاده ايش هم بيستخدموا؟ الار اف، لان السهوله انك تتعامل مع شيء فيكست اسهل من انك تتعامل مع روتيشن او سبيد تمام. فبالتالي عاده هي اللي تستخدم الار اف. طب سؤالي انا الان ليش ما غيرت الار اي؟ مش بقدر ازيد الار اي؟ ليش ما غيرت بالار اي هون مشان اتحكم بالفي تي؟ مين يجاوبني شباب؟ صبايا مين؟ شباب او صبايا؟ مش عارف، حاسس الصبايا بالمحاضره اشطر من الشباب، ما بعرف ليش، مع انه عاده الماشينز الشباب يرغبوها عاده اكثر. مين يجاوب من الموجودين؟ ليش ما استخدمت الار اي؟ مين يجاوب ياخذ بونص علامه. ليش ما استخدمت الار اي؟ ليش ما استخدمت الار اي؟ ليش ما استخدمت الار اي؟ ما في اجابه. طيب ببساطه شباب، لو انت الار اي بتقدر تتحكم، او بعد البار 2 بنحكي عنه اوكي، لانه انتهى التايم في البار 2 بنحكي عنه. يلا 1 minute وندخل. يعطيكم العافيه.